ورقة التفاوض التركي اشترطت سحب الدعوة القضائية المشتملة على تعويضات لقاء تصدير النفط عبر ميناء جيهان. هل تعتقد أن بغداد ستركن إلى هذا الخيار أم ربما تلجأ من جديد إلى القضاء الدولي؟ أعتقد سوف تلجأ إلى المماطلات، لن تلجأ لا إلى المحكمة الدولية ولا إلى ما شابه. من الممكن أن تبين بأنها ستوافق على هذه الشروط، لكن المماطلات سوف تكون موجودة. من الممكن أن تطالب بتقسيط هذا الموضوع، من الممكن أن تفرض شروط جديدة على تركيا، وأن نشهد مرة أخرى يعني علاقات دبلوماسية أو عودة العلاقات الدبلوماسية الغير مستقرة بين الجانبين العراقي والتركي. من الممكن أن نشهد بعض التصريحات السلبية من قبل الجانبين، لكن إن قلنا بأن الحكومة الاتحادية سوف توافق وتخضع للشروط التركية بهذه السهولة، لا، على العكس، والجانب التركي اليوم هو الأقوى، لأنه أيضا سيطالب بتعويضات منذ عام 1971، منذ قرار التأميم الذي كان موجودا في تلك الفترة وحتى هذه اللحظة سيطالب العراق بمليارات الدولارات. أنا أتوقع بأن حرب المماطلات سوف تكون موجودة بين الجانبين، ولكن اليوم الخاسر الأكبر هي تركيا حول هذا الموضوع، والسوق النفط في العالم أيضا متضررة. توقف تصدير 450 ألف برميل من خلال وجود الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الغير مستقر في المنطقة ومسائل تتعلق بالغاز وحرب الغاز الطبيعي في هذه المنطقة سوف تجبر تركيا على الضغط مجددا على الحكومة الاتحادية، ولا أستبعد وجود تدخل أمريكي حول هذا الموضوع. لكن الحكومة الاتحادية سوف تكون لها مسلسلات عديدة من المماطلات، وخصوصا أننا متقاربون من وقت الانتخابات المحلية، هذا إن أجريت، وهناك مطالبات بالانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي. إذن هذه المسائل سوف تكون معطيات للمماطلات الجديدة من قبل الحكومة الاتحادية، وتركيا سوف تأخذ حقها بأي طريقة، ولكن ليس على المدى السريع، وليس يعني على مدى من الممكن أن يستمر إلى عامين أو ثلاثة.